لماذا لا تتم مشاركة النساء بفعالية في لجان المصالحة الوطنية والسلم الأهلي؟ المرأة هي المتضرر الأكبر من الحروب والصراعات، ولكنها أيضاً الأقل مشاركة في عمليات صنع السلام. لماذا تغيب النساء عن الفرق الطبية ومجموعات الحماية والحراسة، وخصوصاً في مخيمات النازحين؟ ولماذا يقتصر الأمر على الرجال فقط؟ المجتمع لا يتعافى دون المشاركة الفاعلة للمرأة في جميع المجالات. المرأة شريك فاعل، فلا تغيب دورها في تقديم الحلول واتخاذ القرارات. المشاركة الحقيقية للمرأة تحقق الأمن والسلام في المجتمعات. الخطط الوطنية لقرار مجلس الأمن الدولي 1325، المرأة، الأمن والسلام، مشروع الراصد، المعهد العراقي.